هاي الحالة ما لازم تستمر أكثر من هيك فيصل. طيب معناها خلي جامرة تشتغل. ها خلي جامرة تشتغل مو هيك؟ إلا أما حذرت جامرة ما رح تشتغل أبداً بعد طفلة صغيرة، رح تتعب بكير عليها. أنا ما رح أسمح لجامرة تشتغل. بس إليف كانت تشتغل وهي بعمرها. ليش أليف وجامرة نفس الشي فيصل؟ أليف شي وجامرة شي تاني. بعدين بنتك صارت غنية وعم تلعب بالمصاري لعب، وتركتك هيك ما معك ولا ليرة، وانت عم تدافع عنا بعدك. طفلتك البريئة أبصر شو نسيت. روح افتح الباب لزكية زمانها. مين انتو؟ بسم الله تفضلوا. فيصل جوا؟ مين انتو؟ طيب واضح انه جوا. بعد هيك السلام عليكم. وعليكم السلام. مين حضرتك؟ نحن منعرف بعض؟ رح نتعرف. جولندام ليش فوتي هذا الرجال جوا؟ مين انت يا اخي؟ لا تكتر حكي، عود لضل واقف. شوف أنا عم ساوي الشاي كتير طيب، شو رأيك جيبه وصب لك كاسة؟ بتحب الشاي؟ شو رأيك؟ ما بتحب الشاي؟ بالعادة أنا ما بحب أخذ وأعطي، هو اللي بيحكي وأنا بضل ساكت. طبعا أساسا لما الكبار بيحكوا بشي لازم الصغار يسمعون منيح. ما بدي حدا يتدخل بأمور العائلية. ليش مين بده يتدخل بأمورك العائلية؟ ما بدي العائلية؟ اسمع صوتك. عدنان صار من عائلتي هلأ، من هون ورايح يلي بيغلط معه كأنه غلط معي أنا، وقت أنا رح أسكت بس هو بيحكي. في شيء ماله واضح؟ قولي. حكيت بطريقة مفهومة كتير بصراحة، يعني كان كل شيء واضح ونحن فهمنا، مو هيك فيصل؟ صحيح. بما أنه فهمتوا عن إذنكم انت اللي بعثت لي بقت الورد الحمراء؟ عجبتك؟ ما حبيتها. لكن مو انا اللي بعثتها. اللي مين حضرتك وشو مشكلتك معي؟ بظن عطيتك كرتي قبل بمرة بس انت ضيعتي. سعيد اوفاجيكلي. شو يعني وانا شو دخلني بهذا الحكي؟ ليكون مفكرني فلتانة مثل اللي بتتعرف عليهم حضرتك يا استاذ. طيب ليش متوترة؟ إيه لا حبيبي انا ماني متوترة. طلع على حالك شو لابس.
عن جد انت غريب كتير، معقول عم تلبس جاكيت بعز الشو؟ مين هاد الزلمة فيصل؟ اجا على بيتنا هيك وفات معه سلاح كأنه بلطجي. شو كان صار لو شافته جامرة؟ شو بصير لو كانت جامرة بالبيت؟ يا ربي دخيلك، الحمد لله ما كانت بالبيت. يعني عدنان هلأ صار بإيد هاي الأشكال. طيب اتركه، اتركه يكون بإيد مين ما بده. اترك عدنان، أصلا هو يروح وين ما بده يروح، بكفي إنه ما بيقربوا منا فيصل. بترجاك ما تتدخل بهدول الرجال، أنت من طريق وهن من طريق. أصلا بعد عن الشر وغني له فيصل حبيبي، هدول الرجال وسخين. كولندام، من إمتى بتعامل مع ناس وسخين أنا؟ جوعان شي؟ الله بيعلم هذا الأكل يلي عم تحكي عنه شو هو، أو تاخذني على شي مكان شعبي ما بدي آكل معك. شو المشكلة بالشعبية؟ ماشي، بس إذا أنت بدك ما عندي مشكلة، منروح على مكان تاني، بس اختاري، هاي اسطنبول لإلنا. عن جد مسخرة، أنا ما بقى أتحملك وخليكي بعيد عني. تصلي فيني أمتى ما بدك، لا تخجلي. أماني هلأ أسكت أحسن ما تسمعنا. وشو يلي رح أسمعه؟ ولا شي بنتي، أبوكي من الصبح عم بيغني غنية مولدني كتير وصارعني فيها، وصوته صراحة ما بينسمع. قلت له سكوت أحسن ما تسمع. خلصنا أمي، ليش عم تخبي علي؟ وأنتي مو على أساس رحت تشوفي أي بكراي؟ هي عندها شغل وتركتني، أنا رايحة على غرفتي. فيصل عن جد شوف هدول الرجال مصيبة، هاي الشغلة ما فيها مزح، لازم ندير بالنا ونبعدهم قد ما فينا. بكفي، ايه فهمنا. انا عن جد خفت كتير، كنت رح اغمى. مرحبا روشان خانم. اهلا فيك. امتى بتطلع النتيجه؟ انا رح تابع الموضوع، انت لا تقلق، بتطلع خلال اسبوع، ما رح طول اكثر. يعني ما بتبين قبل هيك؟ مع الاسف هاي التحاليل بتاخذ وقت. طيب نستنى. اصحك تعطي النتيجه لاي حدا غيري، مفهوم؟ تمام خانم، انت لا تقلقي. عم بستنى خبر منك، قريبا رح اتصل فيك. اهلين، طلع معي حق؟ مين بيعرف لو مو اختك اللي ما بتعجبك؟ سكتي من اولها، اذا كنت كذبتي علي اي كذبه تانية بخصوص اليف او تزعجيها بكلمه رح تشوفي شي ما رح يعجبك، خلي ببالك. ما رحت مزبوط، هي لقت طريقة تقنعك فيها ولعبت بعالك مثل الأولاد الصغار. رحت وتعرفت على عمتها. لا أصلا هاد مستحيل. لا هاد مو مستحيل أبدا، المرأة كانت واقفة قدام عيوني، كان في صور ليلدز بكل البيت. لا أخي أكيد هاد الشي مستحيل. طلعي لبرا. أخي أنت قومي طلعي. ممكن يصير هيك؟ مو معقول أبدا، مو معقول، مو معقول، كيف صار هيك؟ سرقت الحجر، أنا هلأ شفتك. ما سرقت شي أخي، لا تفتري علي. له له يا جماعة، شو عم يصير؟ بس هدوا شوي لنشوف. يلا عدوا مكانكم. أنت لأنك قلت إنه الشاي على حسابي إذا لعبته شطرنج وغلبني، قعدنا نلعب وهذا هلأ سرق الحجر. نوري ما سرقت شي. أي حجر سرق؟
هاد. يعني والله أنت غريب، معقول تسرق حجر من الشطرنج؟ بس هي عادة يا نوري. ايوة، يعني إيه اللي ليش سرقت الحصان؟ لأنه بيمشي مثل حرف الزد. يا الله، لا وفوق منه غبي كمان. زد شو يعني؟ ال حرف ال. كم مرة لازم اشرح لكم يا روحي؟ الله يجيبك يا طولة البال. حق عليك، هدول ما حدا بيتحملهم ابدا، وخاص نص هدول الناس. الشطرنج سفار مو من مستواهم الفكري ابدا. نوري بس انت لهلا ما شفت فائده مني. ايه بس انت عم تتطور، برافو. ايه هيك بس لحظه اخي رح ارجع. يلديز كيفك يلديز؟ بصراحه ما بعرف كيفني هلا، انت كيفك؟ بخير. انت مزعوجة مني بشي؟ بس اذا كان في حدا زعجي يعني انت فيكي تقليلي، او في رجال عامل لك شي. احكي لي كيف كسر لك اصباطك؟ يعني هلا بلشتي تصدقي؟ طبعا صدقتك سفر، صدقتك. انا اللي رحت وقتها ووقفت بوشه، قلت له ما رح من هالحركات ولا هيك تصرفات، روح وما تلف حوالين يلدز او تقرب منها، وليك هاي النتيجة. اجينا على هذا البيت وعلقنا فيه من وقت زواجنا، لهلأ ما غيرنا جو. بس أنا ما عندي مشكلة بهالشي، أصلاً بكفيني إنك تكون جنبي. بس أنا عندي مشكلة. إذا بدك مندور اسطنبول كلها كرمال عيونك، ومناخد يلدز إذا بدك، وألاز كمان. يعني أنا بحب الهدوء كتير، بس مثل ما قلت لك نضل لحالنا هذا الشيء بكفي. بدك هدوء. شو رأيك نروح على البحر؟ نبحر بالقارب ومنروح على الخليج، رح تحبي كتير. ايه مو مشكلة، الفكرة حلوة. مو شايفة هي الأماكن؟ منروح ومنتعرف عليها. تمام لك، أنا رح خبر ألاز بكرة، أنت حكي مع يلدز. كنت مفكر رح تنبسطي إذا خبرناهم، يعني هي رفيقتك المقربة، وكمان فكرت إذا إجا آلاز ما رح تفكر يلدز بالإحراج بنو، مين بيعرف يمكن يتقربوا من بعض. بس أنا عن جد حابة نكون لحالنا. في شي لازم أعرفه أليف؟ يعني شي بخصوص يلدز أو عن آلاز مثلا؟ لا ابنو، شو رح يكون في؟ يعني برأيك أني أطلب أنه نضل سوا هالشي غريب لهالدرجة؟ أبداً طبعاً مو هيك، ما في مشكلة بخصوص ألاز مو هيك؟ وليش ليكون في مشكلة؟ شو بيعرفني؟ ألاز يمكن يكون منضبط كتير بموضوع الشغل، مثلاً بيزعج الموظفين أحياناً. إذا صار معك أي شي فوراً خبريني، ممكن؟ أنا بعرف دبر حالي، لا تقلق، فيني حل هالشي بولود. كأنه حكينا كتير عنه وفتحنا سيرته، بولود هلأ مو وقت هالحكي، بلا ما نحكي. مين هذا اللي بده يكون محاول يفوت لعندي على البيت بهي الطريقة؟ Thank you.
أليف؟ نقصتني حبيبي. استغربت لما ما لقيتك نايمة. أنت منيحة؟ صراحة ما قدرت نام أبدا، قلت لأطلع شن هو. أليف، أنت مالك مخبي عني شي، صح؟ لا بولود، شو ممكن خبي؟ صراحة أنا ما قدرت إنه أخفى، وما كان بدي تقلق وفيقك من نومك، يمكن شوي وبرتاح. يعني هذا السبب؟ إيه طبعا. شو يعني بدي يكون بولود؟ شو بيعرفني ليش ما عم تقدري تنامي بالليل؟ واضح إنه أنت فيكي شي، يعني لازم يكون في سبب لهالشي. يعني هاي الحياة جديدة علي تماما وغريبة كمان. صراحة ما تعودت، يعني ناس جداد ونظام جديد، كمان أصلا رح يكون غريب كتير إذا تأقلمت بهاي السرعة كلها. معك حق، ما رح تقدري تتعودي على عيش هون، بس لا تقلقي، نحن رح ننتقل على بيتنا ورح ترتاحي وقت كتير. معقول نحنا نصير هيك يلدس؟ آه؟ إلي أسبوع عم بتصل فيكي وما عم تردي، وحتى على رسائلي كمان. أنت اللي كان بدك يصير هيك إلي. أنا بدي إنه نضل رفقات سوا كل العمر. أنا عم قلك إنه كتير محتاجتلك. أنت محتاجة لحدا يغطي على كل كذبك، مو محتاجتيني إلي أليف. يلدس ضربتيلي ظهرك بهالسهولة؟ وكمان كبيتي كل العشرة بهي السهولة يا يلدس. أنا شو عملت لحتى أستحق منك هالشي؟ لا تتوقعي إني يكون معك وأنتي عم تخبي عني شي أليف، هذا اسمه ظلم. عن جد هذا اسمه ظلم، هذا ظلم. طيب شو هذا اللي عم عيشه هلأ برأيك؟ عيشي حياتي ساعة واحدة وكوني مكاني بهالعيشة وبعدين تحكي عن الظلم؟ تعي جربي مرة واحدة شو معناته تعيشي بالجحيم على الأرض. طيب فهميني، خبريني شو عم تعيشي وقتها أنا بوقف بوش أي حدا عم يعمل لك شي، أنا رح خلي حياته جحيم. يلا خبريني، ألازمة هيك؟ هذا هو يلي حول حياتك لجحيم. لا تسكتي أليف، يلا قولي مين هو. ما فيني خبرك. أنت مفكرة أنه فيني بس أنا ما بدي خبرك؟ ما بالحقيقة أنا ما بقدر، بترجاكي لا تطلبي مني، بدي منك بس تعانيني وتشيلي عني. إذا قلت لك القصة ما رح أخلص ولا أصلاً رح ينحل شي منها، بدي إياك تكوني معي وهذا الشي بكفيني. حالتك مو طبيعية أليف، أنا ما فيني غض نظر عن هالشي. أنت هلأ رح تحكي لي كل شي صار معك، أو بروح لعند بولوت ومنحلها كلياتنا سوا، كمان رح خبره كل شي مشان آلاز وخليه يعرف القصة. بنتي الحلوة، حبيبتي ما أكلتي شي طول اليوم، جوعانة؟ شوفي عملتلك هالسندويشة الطيبة، يلا كلي. ما أكلت شي طول اليوم ماما، أصلاً ما في شي على هالطاولة ممكن الواحد ياكله. بعرف عم نمر بوقت صعب كتير حبيبتي، بس رح تفرج عن قريب. شو عم تقولي أمي؟ رح تفرج عن قريب مو هيك؟ رح نخلص من هالحارة عن قريب؟ رح نشوف النور عن قريب مو هيك؟ تعرفي؟ أنا تعبت من هالقريب يلي ما رح يجي أبداً أمي. أصلاً عن قريب ما رح تستغربي أبداً إذا أكلنا خبز يابس. جامرة حبيبتي،
إمتى تركتك أمك بنص الطريق؟ أكيد رح تخلصي من هالأيام. صبري شوي. تمام يا بنتي الحلوة. شو عم تشتغلي على اللابتوب؟ عم جهز الفيديوهات يلي صورتها. رح أشوف إيباك اليوم. عم استناها من أسبوع بس هي مشغولة كتير. هي بالشركة اليوم قالت لي روح لعندها. منيح. روحي طبعا. رح تنفعك بشي شغلة. ما بعرف والله. رح تعطيها لكهان غالبا. يمكن تدبر لي شغل عنده. إذا عجب الشغل ووافق عليه طبعا. منيح. قولي إن شاء الله يا بنتي. بالمناسبة رح يصير خير من وراء هالبوكة الحمراء؟ يا الله منك يا أمي. بدك تضلي ماسكة السيرة وعم تحكي فيها؟ أنا رايحة هلأ. جامرة شوفي بنتي، أنت ما بتعرفي هدول الرجال أبدا. هدول وحوش. انتبهي انتبهي منهم. تمام. بعدي لي هيك. لا تعمل. بولوت ما لازم يعرف شي بالمرة. شو الشي اللي ما لازم يعرفه؟ شو الشي اللي صار أليف؟ كيف رح أقدر ساعدك إذا ما خبرتيني بكل شي؟ طيب يلدز، ما حدا بيقدر يساعدني بعد هلأ. شوفي أليف، إذا كنتي ناوية تجنينيني رح خبرك إنك نجحتي بهالشي. أنا رايحة لعند بولوت. ما رح تروحي ولا على أي مكان يلدز. ما رح أسمح لك تعملي هيك شي، فهمتي؟ أنا بروح وين ما بدي. لا تحكي معي هيك بعد اليوم. أصلاً أول ما بروح من هون فوراً رح أحكي لبولود كل شيء. ما رح أسمح لك تعملي هاد الجنان، عم تفهمي علي؟ ما رح أسمح يصير هيك شيء، إنك تخاطري بحياتي كتير ناس بدون ما تعرفي. يا يلدز احكي معك بهالقصة أساسا. توقعت إنك تفهميني بس طلعت غلطان. بعد هلا رح أقول كان في حياتي بنت اسمها يلدز وخلص راحت. وأنت عملي هالشي كمان. مسحيني من حياتك كلها يلدز. ولا تتصلي فيني ابني. تعرف من أكتر الشغلات اللي بحبها بهالحياة هو طعمة هالشورة والطيبة. بحسها دواء يا زلمة. بس في دبانة بصحني. ايه خليهم يغيروه فورا. ما فيهم يغيروه. هالدبانة صغيرة يا روح، ما رح تأثر. ايه صغيرة كتير. شايف؟ جيب لي كمان اللي شوربة لو سمحت. تكرم عيونك. صحة وعافية يا شباب. مو حلوة تقعد على طاولة ما انعزمت عليها. أنا جوعان سيد عدنان، شو بساوي؟ بعد إذنك سجلها على حسابهم. صحة وهنا. أنا رايح يا روح. شوفي خلي رفقاتك يدبروا لي شغل. بشتغل شو ما كان. تعرفني انا رجال قوي بتحمل الشغل. انت قل لهم هالحكي لانه بصراحه ما بقى معي ولا ليره. فهمني اي زلمه انت، ما بتخجل من حالك ابدا؟ لسه الاسبوع الماضي بلغت عني الشرطه واخذوني، وهلا جاي تطلب مني شغل؟ يعني أنا ما عم بفهم، طلب الشغل هلأ صار عيب ولا شو يا ابني؟ إذا بوقف على الجامعة وبوش حد بيكون أحسن مثلاً؟ أساساً لو إنك ولد منيح ما كنت بتحطني بهالموقف. أنا شبعت صحة وعافية. ما معي مصاري أبداً، أعطيني مصاري. ما بتستاهل أكتر من صحن هالشوربة. أنا متضايق مادياً وحالتي صعبة. ما دخلني. شو بده كمان؟
تصور اجا بكل وقاحة ليطلب مني مصاري لانه ما معه قال. يعني انا ما بعرف تقول عم بشتغل بالعملة الصعبة او بالبورصة مثلا. شو عم تحكي يا شو رح يكون بده يعني؟ هذا ابي بده مصاري. شو هالزلمة بحياتي ما شفت مثله. طبيعي هي عادته، بيجي لعنا من شان يحرجنا قدام كل العالم. طلع يا روح. لما تشوفي هالفيديو أنا رح كون بعيد عنكم وما رح أرجع لفترة وما رح رد على تليفوني. إيه حابب أقعد لحالي شوي روشان. أنا طول حياتي خبيت هذا السر عنك وكان مثل العقدة بحياتي. كتير مرات كنت بدي أحكي بس ما قدرت ودائما كنت أتراجع. روشان أنا أب انقسم قلبه نصين، يمكن اللي صار كان ذنبي، يمكن كان لازم قلك هذا الشيء من قبل، معك حق، بس أنا ما قدرت، ما بعرف ليش طلعت الأمور عن سيطرتي. كل يوم سؤال جديد وكل يوم تحقيق جديد كمان، بس أنا قررت أني خبرك بالحقيقة كلياتها. سلمى معها حق، أنا في عندي سر كبير وهلأ إجا الوقت المناسب لأحكي. ألاز ألاز بيكون ابني، وبصراحة ما كان عندي شجاعة الكافية لواجهك بهذا الشي بنوب. يعني أنا ما رح أرجع على البيت لحتى تستوعبي هالشي. أنا بعرف أنه تأخر الوقت، تأخر كتير. لما أرجع المفروض نقعد ونحكي عن مستقبل عيلتنا مع بعض. بعتقد هيك الصح. هذا كل شيء كان بدي أقوله. جيهان بك، أنا آسفة بس كنت عم دور على آيبك خانم وما شفتك. ما تواخذني. لا بدها تعطيكي فلاشة أو هيك شي، مصرة مثل الولد الصغير، عم تقول فيديوهات لازم تشوفيهم ضروري كتير. هاي البنت الغبية مفكرة أنه فيها تشتغل مع كهان يمان أو هيك شي. لك اسمع خلص شيلك منها، هاي مفكرة حالة شي فنانة. الدهانين اللي بيدهنوا البيت بحطوا مكياج أحسن من هاي البنت الهبلة. لا أنا عم بتسلى معها من الملل مو أكتر من هيك. اتصل فيك بعد شوي. يعني بس ما تكوني أخذتي على خاطرك مني.
ألو ألو جامرة معك. شو رأيك اليوم المساء نطلع سوا؟ منروح منغير جو ومننبسط. وين ما بدك تصلي فيني. بابا قلو خلاص اسكتوا يا أولاد. هو مو أنا. أنا فايت نام شوي، في عندي سهرة. ايه امي ليش جبتيني بسرعة؟ مبين على صوتك انه فيك شيء. خود شوف هالظرف. شو هاد؟ تحليل دي ان ايه. بعتقد انه ألاز هو ابنه لجيهان. شو قلتي؟ ما فهمت. بعتقد انه ألاز بيكون ابنه لجيهان، وانا عملت تحليل دي ان ايه وهي النتيجة قدامك بالظرف، بس ما قدرت افتحه لحالي او شوف النتيجة. يلا ما بدك تفتحه. شو رح يصير بعد هالحكي؟ رح روح واحكي مع ألاز لأنه من حقه يعرف كل شيء. فهمني شو رح تقول لألاز هلأ؟ هاي المشكلة الكبيرة لازم نحلها بعائلتنا بالأول. كيف فيك تكوني أنانية لهالدرجة؟ في شغلات أغلى من عائلتنا والشركة بكتير بهالحياة، مثل كرامة أي شخص غريب. يلي عم تسميه هلأ أنانية هو بس منشان أحميكم. أصلاً أنتوا لو كنتوا عم تهتموا بالعائلة مثل ما بتهتموا بقراراتكم الشخصية ما وصلنا لهم. شهيرة انت شو عم تعملي هون؟ مسافرة هربانة لو سمحت لا تزعل. شهيرة ازعل؟ عم بسألك وجاوبيني، انت شو عم تعملي هون؟ عن جد انا كمان محتاجة اني اهرب من اسطنبول.
أنا اختنقت وبدي شم هوا. لا تعصب لو سمحت. روحي من وشي، زيلي من اليخت هلا. تمام، بس قلي لوين؟ نرجع اسطنبول، رح وصلك على البر فوضى. اسطنبول؟ لحتى نزيد هالمشاكل؟ بس أنا كمان هربانة مثلك، فكر شوي جيهان بيك. أنت مين اللي بيزعجك هلأ أكتر؟ شهيرة ولا كل المشاكل اللي هني؟ يمكن معك حق شهيرة، أنا ما فيني أرجع، يعني على الأقل بالوقت الحالي ما فيني. أعود على زرتاح. شو هاد؟ تحليل. تحليل شو؟ ألاز، أمي كانت متوقعة أنك أنت تكون أخي، وهلأ هي نتائج تحليل إلك ولأبي. أكيد عم تمزح معي، كيف وبأي حق ست روشان بتعمل هيك؟ ألاز ما كنت بعرف بهالشي أبدا، لو كنت بعرف أكيد ما كنت سمحت بهيك شي يصير، إنه تعمل أمي أي خطوة من دون ما تقبل أو تعرف أنت. بس عن جد هذا الشي زاد عن حده. ما مر شهر لسه على خسارتي لأمي بكتشف إنه أنا عندي خالة، وبعد كل هالاتهامات لإلي حلينا كل المشاكل سوا. لو سمحت أخي، أنت شو كنت رح تعمل لو كنت مكاني بلوت؟ ألاز أساساً أنا هون لهالسبب، منشان ما تفكر بشي مو منيح، منشان ما نخبي شي على بعضنا ونحكي ونكون رفقات كمان. بتمنى أنه أمك تكون ارتاحت هلأ من بعد ما عرفت أنه أنا مو ابنه لجيهان. أمي اللي عملته غلط وأنا بعرف منيح هالشي، غلط ورا التاني هي غلطت بحقك، واللي قالته خالتك بعقد القران هو اللي وصلنا بهالموضوع لهالدرجة. لا مو معقول، هذا جنان على الآخر. كيف ممكن تفكر ست روشان بهي الطريقة؟ أهلا وسهلا فيكم كلياتكم بقناتي وبهذا الفيديو المذهل اللي رح تستفادوا منه. قبل ما نوصل فكرة مكياجي بدي أحكي لكم عن كل الأشياء اللي أنا بستعملها يوميا لتستفادوا منها. لا ملها ملها، حابة أحكي لكم عنها بالتفصيل حتى كلكم تستفادوا وتشوفوا نتائجها الحلوة. مين بده يكون حتى على طاولتي؟ بدي تعرفوا كمان عن جد هاي الشركة تحولت لسيرك. مين بده يكون حاطط على طاولتي؟ غريبة والله، انت شو عم تعملي هون؟ ثواني، خدي هدول يا بنتي، سكتي جوعتك فيهم. بس انا بدي اسألك، انت ما عندك اب وام؟ انت مجنونة شي وشو دخلك فيني؟ اذا بدك انا بعطيك تطلعي على حالك بعدين تطلعي علي.
شو هالعالم مزباله هيك؟ أهلين، بعد زمان عمي حسن. أهلين فيكي بنتي. إن شاء الله خير، تفضل خلينا نشرب شاي. لا ما في داعي بنتي، بس ما بيصير هيك تعملوا. أنتوا ما دفعتوا الأجار من شهرين، وأنا وأنتوا منعرف كتير منيح شو راح تكون نهاية هذا الشيء. شو هالحكي اللي عم تحكيه عمي حسن؟ أكيد في غلط. كيف نحن ما دفعنا الأجار من شهرين؟ أصلاً نحن ما تأخرنا وبحياتنا ما عملناها، نحن دايماً نعطيك الأجار على الوقت مو هيك؟ أكيد في غلط بنتي. أنا ما بعرف قديش بحياتي أخذ مصاري منكم، وإذا ما دفعتوا على الوقت أو دفعتوا. إيه هلأ فهمت منيح عمي حسن، هلأ فهمت. آخ يا عمي حسن آخ، عدنان هذا ابن زوجي ما في ضمير بنوب بلا ضمير على الآخر. سرق الذهب يلي معي وراح وهرب، قلعنا من البيت وراح وما رجع. قلنا له لا ترجع على هذا البيت، ما قالك فوتي وما قاله رجع مرة تانية. أبوه عطاه أجار البيت، قال له خود هاي أجار الشهرين وروح عطيهم لعمك حسن. شوف شو عمل، هو دايما بياخد أجار البيت وبيصرفه. الله يغفر له، يا ريت إجانا خير من هالولاد، ويا ريت ما جبناهم. نحن هذا نصيبنا، شو نعمل؟ مثل ما سمعت هون أنه أنتوا زوجتوا البنت تبعكم لعيلة غنية، بس الغريب أنه ما معكم تدفعوا الأجار. أنتوا تأخرتوا علي أكثر من مرة، عموما رح أعطيكم مهلة لآخر الشهر، بس إذا دفعتوا دفعتوا، وإذا ما دفعتوا رح تلاقوا أغراضكم مرميين برا.